فاكرين المراجعة بتاعت الشاومي نوت 7 لما قلت لكم استقالوا دلوقتي وما تشتروش واستنوا في حاجة نازلة أحسن؟ علشان كان قصدي تستنوا الموبايل ده. ثواني ثواني، من اول الفيديو كده، هو مش اكيد نازل، مش اكيد نازل هنا مصر، واغلب الظن ان هو مش هنشوفه هنا ولا في الاسواق العربيه، مع انه نزل منه نسخه جلوبال. على عكس المي 8 اس اي ان هو كان اكسكلوسيف للصين، المي 9 اس اي اعلنوا ان هم نزلوا منه نسخه جلوبال، فمش عارف. عموما دوت فيديو للناس اللي عايزه تشتريه من بره، وهسيب لكم في الديسكربشن طريقتين تقدروا تشتروا منه الموبايل دوت من بره، واحد منهم بتاع علي اكسبريس والجمارك والطريقه العاديه، والتاني بتاع هيتش هايكر، انك تخلي حد يجيبه لك من الصين بقى او من اي بلد هو موجود فيها يعني. فنبدا ونشوف الموبايل قد ايه جديد. في فيديو نوت 7 قلت ان في حاجه اسمها واو فاكتور او عنصر ابهار بيكون جاي في الموبايل مركزين عليه. النوت 7 ما كانش فيه حاجه ابهار قوي على عكس المنافسين الموجودين فيه. قلت مثلا عايز مثلا يبقى فيه 3 كاميرات، كان نفسي يبقى فيه مثلا شاشه سوبر امليد، كان نفسي يبقى فيه بصمه تحت الشاشه، وانا قلت مستني موبايل من شاومي في فئه متوسطه يجمع لك الحاجات دي، وهو فعلا ده اللي حصل. المي 9 اس اي فيه الثلاث حاجات دول. الديزاين في الموبايل تحفه، قريب قوي من المي 9 العادي، الظهر ازاز بس الجناب الومنيوم مش زي النوت 7 الجناب كانت بلاستيك. فالموبايل من فئه المي، فئه المي ديت معروف ان هي بيبقى مصروف عليها مش فئه عاديه، وبيجي برده بالالوان متدرجه كده وبتختلف في الاضاءه زي المي 9 بالظبط، ونفس كمان شاشه المي 9. لما جربت شاشه السوبر امليد في شاومي الصراحه بتبقى مبشره، مش نفس الفقعان او الفيفيدنس بتاع السامسونج، بس بتبقى حلوه جدا الصراحه، والنوتش صغيره والحواف من تحت برده صغرت اكتر من النوت 7 بشكل ملحوظ كمان. وبما انها سوبر اموليد فقال لك ليه لا ما نحطش بصمه في الشاشه، بس برده ما تتحمسش زي ما اتحمست للموبايل ده الاي 50. فاكرين برده البصمه كانت بتعلق ازاي؟ في الفيديوهات اللي انا شفتها ليه كنت قلت انها بتعلق. بص هي منوره لوحدها كده يعني، ايه ده ما اعرفش، ما علينا يعني. فمش بنفس سرعه المي 9. وانا عامه بصوا انا شايف ان انت ما تحطش بصمه لمجرد انك عايز تبيع، يعني هي فعلا الصراحه نقطه دعائيه وتسويقيه كبيره جدا ان الموبايل بيجي بصمه في الشاشه، بس مش اعتماديه. يا اما تحطها لي زي اللي موجوده في المي 9 والوان بلس 6 والفيفو نكس والكلام ده، يا اما تحط لي البصمه العاديه، ده في رايي انا يعني. ما علينا، نرجع للمي 9 اس اي. ولما تسمع فئه المي تركز على حاجتين بس. اول حاجه بطاريه صغيره ومفيش هيدفون جاك، ده من العصور الوسطى، من اول المي 5، لا من اول المي 6 تقريبا. الهيدفون جاك خلاص، خد الدونجل وتصرف، ما عندناش غير كده، هو ما تفتكرش ان هو هيرجع، خلاص تقريبا فئه المي دي تعشت على كده، مفيش هيدفون جاك. والبطاريه 3070، رقم قليل جدا من شاومي، ما بنسمعش الارقام دي من شاومي نهائي، مش عارف ليه السلسله دي بالذات بيقللوا فيها البطاريه، مش عارف، بس عموما دوت مجرد راي مبدئي ما نحكمش عليها من غير ما نجربها. والحلو انها بتدعم الشحن السريع وكمان بيجي معاها شاحن سريع في العلم. بس الممكن اللي ينقذ البطاريه شويه او اللي يلحقها شويه هو المعالج، سناب دراجون 712، مش ما شفتوش في موبايل قبل كده، فده مش عارفين استهلاكه للبطاريه هيبقى عامل ازاي، بس برضه دوت هنشوف في التجربه الاخيره اللي ان شاء الله ممكن اجيب الموبايل واجربه. يبقى كده شاومي حاطط لك حاجتين حلوين زي ما قلت، اللي هما الواو فاكتور، الشاشه والبصمه اللي في الشاشه. تسكت بقى؟ لا، خد كمان 3 كاميرات، كله بيحب الثلاث كاميرات الوايد، خد كمان وايد كاميرا. ده تقريبا اول موبايل من شاومي فئه متوسطه بكاميرا وايد انجل، ما شفتهاش تقريبا. لا ما نزلوش اي حاجه، هو ده اول موبايل من شاومي بكاميرا وايد انجل في الفئه المتوسطه. هما الكاميرتين العاديين نفس ال 48 وال 8 اللي كانوا في النوت 7، طبعا ممكن يكون سنسور مختلف لسه ما اعرفش، المعالجه طبعا هتبقى مختلفه، معالج مختلف فاكيد نتائج مختلفه، وهنشوف الوايد برده عامله ازاي لما نجرب الموبايل. والكاميرا السيلفي 20 ميجا بكسل. بس دي كانت النظره السريعه كده، لسه في حاجات كتير عايزه تتجرب، في حاجات كتير ما اتكلمتش عنها وما قلتهاش لسه، اصبر. بس دوت علشان كان في ناس كتير طلبت الفيديو، فدوت يعني نظره سريعه عن المي 9 اس اي. وانا سيب لك الطريقه تحت للي عايز يشتري الموبايل، موجود دلوقتي على علي اكسبريس، هحاول برضو اشوف لك لينكات واحطها. شفت بقى اخبار عن نزول المي 9 اكس، مش عارف، او المي 9 لايت، لما كان في مي 8 اس اي ما نزلش مصر، راح نزل المي 8 لايت كان اقل منه شويه. فاظن المي 9 اكس او المي 9 لايت دوت هو لسه رومرد، لسه اشاعات، بس يعني في اكيد في موبايل نازل هيبقى بالاسم دوت، يعني يا اما اكس يا اما لايت، لسه المواصفات مش اكيده. بس اللي سربت هي الشاشه، نفس الشاشه السوبر اموليد الموجوده، بس للاسف ما فيهاش بصمه في الشاشه، بصمه ورا. سناب دراجون مش 712 بقى 675، ونفس الثلاث كاميرات. فلحد دلوقتي انا عاجبني، انا كنت عايز الشاشه السوبر امليد وعايز الثلاث كاميرات، ما كنتش عايز البصمه اللي في الشاشه. فالمي 9 اكس او المي 9 لايت دوت انا بقى متحمس له، دوت اللي اتوقع ان هو هينزل زي ما عملوا كده مع المي 8 لايت،
لما ما نزلوش ال 100 اس اي نزلوا ال 100 لايت. في لخبطه كتير، حاول تركز بس. وكمان بيقول ان الكاميرا السيلفي بتاعته 32 ميجا بكسل، ده برضو رقم ما سمعناهوش من شاومي قبل كده. فهنشوف بقى اس اي لايت اكس بكوفون اف 2 ريدمي اكس، شاومي نازله بقوه وجامد في الفئه المتوسطه ديت، عشان كده قلت لك ما تشتريش، قلت لك استنى الحاجات ديت من شاومي، استنى الفئه المتوسطه اللي نازله مصر لسه من شاومي. النوت 7 هايل طبعا، بس للي عايز حبشتك ناس زياده بقى وزيادات يستنى، في اخبار وفي وقت لا مفيش، فاللي هيسال مفيش. بس ان شاء الله اول ما ينزل حاجه رسميه، وهحاول ان شاء الله اجيب المي 9 اس اي دوت، واي حاجه رسميه عن اي موبايل تاني ان شاء الله هنزل عنها فيديو، اعمل لكم عنها فيديو او هكتب لكم عليها خبر على البيج بتاعه الفيسبوك. فتاكد انك تروح هناك على البيج بتاعه الفيسبوك اللي محدش فيكم معبرها، او الانستجرام اللي محدش فيكم بيبص في خلقته اصلا، واشترك او اعمل فولو استفاد يعني. بس يلا سلام.